السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه iAsk.ai بيخليك تسأل الذكاء الاصطناعي أي سؤال أنت عايزه، هو يبدأ يدور على الإجابة. هو بيستعين في البحث على جوجل شات وجوجل بارد، وتقدر تقول له أنا عايز أدور في الحاجات الأكاديميك، عايز أدور في الكتب، عايز أدور في الويكي وهكذا. فتقدر مثلا تسأله أي سؤال، يبدأ هو ياخد السؤال دوت ويبدأ يدور لك عليه ويجيب لك الإجابة بتاعتك. تمام، بعد ما يجيب لك الإجابة بيبدأ يجيب لك بعض المراجع اللي تقدر إن أنت تستعين بيها. خلينا نسأله بقى سؤال تاني كده مثلا. فبسرعة بيبدأ يجيب لك الإجابة ويقول لك المصادر اللي ممكن تستزيد من المعلومات. فبرضه بيستعين بجوجل في البحث. ممكن تقول له انا عايز ادور في الكتب مثلا، عايز ادور اكاديميك ويكي. ممكن تقول له انا عايز ادخل ادفانسد،